أدانت جامعة الدول العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فلسطين. بحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة والتي تعقد بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول العربية، بحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية.